تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بمولد خير الأعلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي أشرق الكون بنوره. تزينت الأسواق بمنتجاتها المختلفة من لحوم وحلويات التي تقتنيها الأسر الجزائرية لتحضير ما لذ وطاب من أطباق تقليدية تحضر خصيصا لهذه المناسبة كالكسكسي، الرشطة والشخشوخة التي تجتمع عليها العائلات عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أنا ندير شخشوخة، نحب الشخشوخة ونديروا الطمينة، واحد يشري لحم، واحد يشري الحلوى، واحد يشري الدقلة، واحد يشري الشمع، واحد صح ولا لا؟ لا صح، مولودكم كامل. احنا بالجزائر نطيبوا نخدم داك الشربة، صبحو نديروا طمينة مع الحلوى، واش قدرنا نديروا الفطور، نديروا الشربة، نديروا الشطيطحة تاع الدجاج ولا الحم، نديروا البوراك، نديروا اللحم الحلو، نديروا الفاكهة اللي قدرتي عليها نحطوها نفرحوا به. ابدا نخلوا المولود، وهذه نكره حاجه وحده بنتي المحارق، الله يجي ما ينحيهم. هذا ما كان، وربي ان شاء الله صحه عيدكم، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، وربي يرضى عليكم ويستركم ان شاء الله، وعيد مبارك، وتقعد حاجه الرسول تقعد ذكرى لنا ان شاء الله. ترافقها سهره دينيه حول مائده مضيئه بالشموع مع تشكيله من الحلويات المنوعه تردد فيها الاناشيد الدينيه. قلبي حب حبك حبيبي مذهبي وديني لأنك إلى درب الهدى تهديني، حبك حبيبي مذهبي وديني لأنك إلى درب الهدى تهديني، أوصى فتك يا قمر تحييني وتزيل همي يا شهد الأزهار. قلبي مولى في النبي المختار أحمد شفيعي من دخول النار. ولا تخلو السهرة من ذكر سيرة المصطفى صلوات الله عليه، بينما تتلون أيدي الأطفال بالحنة تعلوها زغاريد النسوة فرحا بمولد الهدى. ولا يسعنا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون الحديث عن المفرقعات والألعاب النارية بالرغم من خطورتها والكوارث التي تنجم عنها. الدراري صغار هذو اللي يلعبوا بالمحارق، شغل بالك على روحتيكم؟ شو انا نحتفلوا به مالقريتو المحارق حرام منايا، شغل شارم تاع كارتي بوبيلار من هذا ما كان. واش نقول لك، في زمان كانوا المولود هذا يحتفلوا به بمعنى الكلمه، درك راهم يحتفلوا هكذا برك غير على الماكله برك، يروح يشري ياكل ويدخل دارو. والمحارق هذو تبديري تسمى واحد يرمي في دراهمو بوريان، هاو يرمي ويحرق في دراهمو، كي الدخان دوك محرقه والدخان كيف 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 كيف. يعطي له الوليد ويشري هذو يتسمى يحرق في دراهمو، هذا ما كان. وكان ماشي لاباس به والله ما يدير هكذا، هذا عنده دراهم، كي عنده دراهم ويحرق فيهم، في عود يصدقهم ولا يعطيهم لواحد اللي محتاجهم يحرقهم. علاش ما يصدقهمش واحد اللي ما عندوش، يلحق واحد ما عندوش يشري له سروال، يشري له صباط، يشري له اي حاجه، في عود يرميهم برك هكذاك، حرام. قال لك المبدرين من اخوه الشياطين، علاش تبدر في دراهمك؟ علاش يا اخي؟ صح تبدر دراهمك ترميهم هكذاك، صدقهم، ديهم الجامع، ديهم دار العجازه. كاين ناس محتاجين، كاين بزاف دوكا من الفوق الناس كاع محتاجه، الناس كامل اللي تهضر معايا يقول كاني محتاج. نقول لكم صحه مولودكم. يا طيور اللي طاروا فاسمعوا تدوروا يا حجاج بيت الله الى جمهور رسول الله. ذكرى المولد النبوي الشريف إذن هي مناسبه نستعرض من خلالها قيم وخصال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجب إحياؤها بالذكر واتباع سنته والاقتداء بما جاء به.